وجوج دراهم وثلاثة دراهم وخمسة دراهم ولا غلا على مسكين. بعث لكم عاوتاني في الارض. كي داير البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ولكن والله الا هذه الجلسه طوب البنات. ديما كتلقايني انا جالسه على الشوفه، الشوفه كتلقايني جالسه في الارض وكنتفرج في شي فيلم ولا كنضرب واحد الطبسيل. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هاد الصيف البنات ما عرفنا كي غادي يدوز، واش غنسافروا واش ما غنسافروا. كيتفلوا علينا والله الا كيتفلوا علينا. انا لغاو ليا الطياره البنات، اللي يلاه قطعوا حتى هما من وراها بسيمانه لغاو ليهم الطياره. ولكن شوفوا البنات، انا نصيحتي لكم جلسوا الارض كما قالوا لي شي وحدين، تكمشي تكمشي زينه، جلسوا جلسوا، لان القضيه حامضه شويه. راه لا عرفتي طنجه داروا ليها الحجر الصحي، فمن الاحسن البنات يعني ما كاينش الا ما كاينش يعني شي ظرف لي فوق طاقتك، شي حاجه اللي الله يستر. ما عرفتي كل واحد والظروف ديالو، راه لا يعلم بالظروف ديال واحد الا الله سبحانه وتعالى. الا كنتي باغا توحشتي المهم داكشي، صبر صبر واحد 3 ايام 10 حتى انا راه كنضغط على راسي. كيما كتشوفوا عاوتاني هرمون السعاده حاضر معايا، فانتوما هاد الصيف حاولوا ديروا اجواء، خرجوا مع وليداتكم، خرجوا بدلوا الجو، المهم حاولوا ما امكن يعني ما تدخلوش في واحد هذا الاكتئاب وداكشي كامل. حاولوا ما امكن اي حاجه تكون بسيطه هذا خليها تفرحكم. فانا حاضره ندي هرمون السعاده مقضي عاوتاني من شي انا واحد العرام ديال الحوايج بين قوسين، ماشي اي حاجه كنوريها راها ديالتي البنات. بعض المرات كيكون هادشي ديال خوتاتي، مرات خويا، صحاباتي كيوصلني على حاجات، ف يعني ماشي كلشي ديالي حيت الا كان كلشي ديالي راه مشكله. ما عرفتش فين غندير هاد الحوايج كاملين. المهم ما نطولش عليكم، دخلوا ديريكت في الموضوع. اول حاجه عندي لكم كود الخصم 15%، ها هو 2.015 باش تحصلوا على 15%. فاستغلوها البنات، يعني 15% راه شي حاجه اللي هي زوينه. الا بدلوا ليا كود الخصم غادي ندير لكم في داك التعليق المثبت. بنات كيبقاو يقولوا لي تبتي تعليق تبتي تعليق، شكون خبرتو فينكم؟ هما غيبانو عندي في هاد الفيديو. هذاك التعليق المثبت هذاك غنثبتو لكم في حالة ما غيرو لي، راه غادي نحطو لكم تما. نبداو بأول حاجة. مهم كما قلت لكم هاد الشيء ماشي كلشي ديالي، فغادي تشوفو داك الشيء. مهم شي حاجة مستورة، شي حاجة مقزبة، مهم عطا الله هذا الأشكال والأنواع. أول حاجة خديتها هي هاد الكسيوة، المهم وصلتني صاحبتي الأغلبية ديال الحاجات هاهي نتوما كما كتشوفو. هاد البنات كتلبس بحال هكا، بالنسبه لي هي طويله راه تلبسها مع سروال اللي مهم كل وحده كيفاش كتلبس، يعني كل وحده احره في اللباس ديالها. المهم كما كتشوفوا زويونه هي القوميجه كيفاش دايره. انتما هذه لا طاي جو بونس هي كتلبس الاكس ار. انتما التوب ديالها زويون وديال الصيف. انتما مهم الا قدرت نخلي لكم التصويره هنا، الا ما قدرتش المهم راكم شفتوها في الواقع. غير هي هذه كتبغي تضربي ليها مصلوح كما شفتوا الكواليتي ديالها فن صراحه. تبغوا الكواليتي ديال شي ام على حسب الريفيوز. دائما البنات ملي تبغوا تاخذوا من شي ام قراو التعليق ديال الناس اللي خدام، حيت انا صراحه الاغلبيه ديال الحوايج كيصدقوا ليا، شي حاجه قليله اللي ما كتصدقش ليا معاهم. من الاغلبيه ديال الحوايج كتصدق ليا، وهذا الكواليتي حسنوا منها بزاف. الا رجعتوا للفيديوهات القدام غادي كنت كنقول لكم راه الكواليتي زيرو، ولكن دابا تبارك الله حسنوا بزاف، لان صراحه ولا كيشريو من عندهم الناس بزاف، فتا هما انفيستا يعني عطاو الخدمه. هانتوما كما كتشوفوا زوينه عجبتني وصيفيه. المهم غادي نحاول نخلي لكم التصويره هنا الا لقيت، ما لقيتش مشتوني مشتكم. ثاني كسيوة فن، انا كيعجبوني التويبات اللي كيكونوا هكا قطر، حتى اللي فيكم دايره الحجاب ديرها تلبسها في الدار ديالها تبرد فيها، علاش لا؟ هانتوما البنات فنه والتوب ديالها قطن واعر. انا بعدا هادي حمقتني لاطي حتى هي الاكس ال. مهم جاوني شي شويه واسعين، ولكن كومام راهم واسعين. مهم بغيتي تلبسها في الدار هادي مرتاحه، ولكن هادي راه ماشي ديالي فنيون البنات. هانتوما كيما كتشوفوا التوب ديالها واعر للصيف هكا، ضربي معاها بالغينه and you ready to go. واعر لا بلاج ولا هذا، راه فنيونه كيما كتشوفوا. انا بعدا هادي حمقتني
سالت كسيوه. المهم كلهم كما كتشوفوا نفس الستيل، حيت مولاتهم كتبغى تضرب معاهم بالغينه وتمشي تهز الطاق وتمشي. كيف كتشوفوا هذه حتى هي في القطن، تعجبوني الحاجات اللي في القطن. اللي في القطن كتلبسيه صيف وكتلبسيه الشتاء، حيت كيمتص. فانا ديما كنميل للقطن، اللي كيكون شي شويه هكا شيفون ولا معقدين بحال اللي لابسه شويه هي كتسخن. واخا هادي راه اخوها كبير، ده هادو اللي جاو قدي راه غادي نلبسهم ليكم. ها انتم البنات في النزهه هادي، راه فيها هاد اللعيبه من هنا. او انا اللي دايره، انا اللي نسيت هاد اللعيبه. انتم كما كتشوفوا الستيل ديال، المهم الا قدرت نخلي لكم التصويره هنايا. حتى هادي مولات اختها في الاكس ال، فوالا انتم كما كتشوفوا فنيونه، ما عندي ما نقول فيها. المهم راه صبنتهم والرويحه يا سلام وصلحتهم. حتى دختكم راكم عرفتوا لي موسوسات جاي من عند الشينوا. ها الشينوا وما درتو فينا. فوالا ها هي الكسوه الاخرى. المهم هي خدات بزاف هاد الكسيوات هادو، كما قلت لكم كيتلبس يا مع صنادل يا مع بالغينات. هادي حتى هي فيها جويبات، حتى هي هادي في القطن فنيونه حتى هي. نتوما دابا نقول لها كلبسهم ليكم وصافي تصاوب. كنضحك. هانتوما هنايا كتجمع في الحزام بحال هكا، وفيها صديفات من هنا مبيردة، وفيها جويبات فنيونة. هادي غزالة نتوما حتى هي في الاكس ال. المهم لي طاي دائما قراو على الجنب، عبروا المنطقة ديال الكرش، منطقة الصدر ديالكم هذا، وشوفوا نتوما. المهم على حساب كاين توب اللي كيتجمع، كاين توب اللي ما كيتيراش، فدائما قياس ضروري. ما تقيسوا ريوسكم قبل ما تاخذوا من شيئا. وهاد الكسيوه حتى هي، حتى هي غزيوله كما كتشوفوا، حتى هي في التوب القطن كتشوفوا، حتى هي مع بالغينه في البياض ولا في الكري ولا في هذا اللون، علاش لا. فنيونه مبيرده البنات. المهم اللي دارت الزفره يلبسوا هاد الشيء في الدار ويتبردوا، ورجع لكم صحيباتكم صحاباتكم وداكشي داكشي. المهم كيف كتشوفوا هادي غزاله صراحه، اغلب الكساوي عجبوني. او خدات هاد البيول كما كتشوفوا، ها هو بحال الكواليتي ديال اتش ان ام، بحال الكواليتي ديال زهرة، لا فرق والله الا لا فرق. درت هو في الاكس ال، راه جربت ليه كاع هاد الحوايج. شافتني لابساها المراه عجبوها تما، وعاودها عاوتاني هاد البودي هذا كما كتشوفوا، حتى هو القطن زوين. هادشي هاد البوديات كيبغيو يتصلحوا الصراحه كما كتشوفوا، والله الا بحال الكواليتي ديال اتش ان ام، ولا ما خفت نكذب. هادو راه صبنتهم ليها، ما عرفتش عجبها الحل ولا لا، ضروري انا مقدرش نمس الحوايج لما تصبنوا، خصوصا مع هاد الفتره هادي. قلت لكم كنت كناخذ من اتش ان ام لي بيل البنات، والله الا من تالت صبين عرفت كيوليو بحال هذاك داك الشواري والشواري نيت بحال هكا كيوليو. ماذا انت تاني اول تصبين اليوم ها انتم باقيين هما هذوك، انتم زعما باش تعرفوا انتم اشنو غادي تلبسوا. دوزو دابا البيجام، شوفوا لي على البيجام فن، هادي حمقتني ان شاء الله لكم الجاي حتى هي ناخذ ليا وحده. انتما كما كتشوفوا فنه، نقول لكم لاطاي الال وجاتني هي هذيك. المهم انا الاغلبيه من شيء ان كناخذ الال، كنقول اللهم تجيني شويه كبيره ولا تجيني صغيره. انتما ها هو السول ديالها كيحمق وتوب قطن قطن، يعني ما كيصهدش. وها هو البول ديالها شوفوا معايا فني، وللاسف ما قدرش نلبس لكم هذا الشيء، ولكن البنات البيجام واعره حمقتني، وان شاء الله غناخذ لي وحده. هذه حتى هي كود كراب، شكرا يا عمران شكرا. هاد السيرفيت كود كراب حمقتني البنات، مهويه مهويه. المتاديره ديال صاحبتي كما كتشوفوا فنه فنه. دابا ناخذ حتى انا ناخذ وحده ليا، هي في النواخ كما كتشوفوا. غنوريكم السروال ديالها كيفاش كيجي، غنخلي لكم التصويره هنا في القنت. انتما السروال ديالها كيجي هابط، وحتى لهنايا كتجي مشبكه شفتوها، ها هي واعره واعره. والتوب ديالها قطن واعره، الكواليتي ديالها الطوب، والله الا غادي تقولي راه كي شريتيها من شي محل غالي. شفتوا البنات كيفاش كتجي من هنايا واعره
وهاد هاد الديزاين ما شفتوش كاع في الحوانت لا في اتش ان ام لا زارا لا ما كاينش هاد الديزاين بالمره. فين دابا ناخذ ليا شي وحده حتى ناخذ ليا ما عرفتش كنشري وحده اخرى وهادي حمقتني. ثاني شربت هي كما كتشوفوا هادي شويه سخونه ماشي ديال هاد القيصه الصراحه وين القيصه ديالها ربيع واخا حنا ما كيدوش عندنا ربيع هاد بحال هادو كيتلبسوا حنا راه ديما المونطو عندنا على مدار العام. كانت دايزه عندي بحال هادي في هاد اللعيبه هنا هادي حتى هي زويونه والتوب ديالها قطن كما كتشوفوا غير هي سخونه شويه وهذا هو السروال ديالها. وما نخلي لكم التصويره على هاد الجنب هانتوما فني ولا حتى هي كما كتشوفوا التوب ديالها غزال وراه هادشي كامل قلت لكم راه مصبن يعني باش تشوفوا على عيناتكم راه عندنا قربيه هنايا كاين عاود هاد لا شوميز هادي زويونه باش يتبرد الواحد. عندهم صراحه شي ان ملابس داخليه كي يحمقوا ان شاء الله ندير لكم عاوتاني كدات لكم فيديو بيجامات من عندهم وكاع عجبكم البنات وان شاء الله نجيب شي كوليكسيون واحده اخرى من عندهم ونوريكم ها انتم البنات في الليونه ومبيرده. وخديت هذا البينوار هذا غنلبسو لكم غتشوفوا لي لابساه في الساتان. الساتان كيبينك اليغنت ديال الكلمه اللي باغا تخرج ليا اليغنت حمقني صراحه بغيت نصبلو ولكن حيتاش ماشي ديالي خفت لا نحرقو. حطرات لي واحد المره جيت نصلح النيلو وهزو ليا كلا ليا المصلوح فما بغيتش نصلحو باش ما نديش فيه شي مصيبه كحلو تقلقوا عليا ناسو فخليته. مهم انا عارفه ممكن نحط عليه التوب ونصحو ولكن صراحه خفت وما غادي تشوفوني لابسه وانتم قولوا لي كيف جاكم. انا صراحه حمقني وحمقوني الالوان اللي فيه. ودابا ندوزو للحلو يا حلو لي زاكسيسوار. اول حاجه بغيت نوريها لكم اللي حمقني هذا الساك اي لاف ات والله الا تقولي الكواليتي ديال زارا ولا ما نعرف شي براند اللي هي غاليه بزاف. شوفوا معايا البنات شوفوا ماشي كاع السكن تاعهم الصراحه كيكونوا زوينين ولكن كيكونوا البعض فيهم غزالين منهم هذا البنات خذوه بعينكم غامضين شوفوا كيفاش داير الستيل تاعو كيبان لكم بحال هذاك السكن ديال شانيل. انتما بلاتي وراه شتو كيفاش جا فني ونوعر وعرجا الدور والكحل تلبس مع كلشي. كان عندي واحد الساك باقا عندي الساك ديال كاس عرفتو مع هادشي ديال الفيروس داكشي كامل فين ما كيجي كنصبرو مسكين هادو كاع دوك الحديدات مسكين الله يلا تصدى وبقى فيا وصافي. ملي شفت هذا قلت يلا نكوموندي من شي ان عرفتي صدق واعر. انا جا الدوغ هاد لي هاد السكان هادي اللي كديريهم بحال هكا مع حنا الدراري تهزيهم بحال هكا وصافي تلوحي ويكون صغيور تلوحي فيه تليفونك وبزامك وبلوص تاعك وشي ريحه هكا وشي تخربيقه وصافي. ما كيعجبونيش بزاف السيكال الكبار السيكال الكبار الا كنتي غادي تخرجي انتي وصاحبتك وصافي. شوفوا هنايا كيفاش داير اللون ديالو احمر راه فيه واحد الجيب لداخل انتما انا عجبني حمقني. كتبوا لي انتما في التعليق كيفاش جاكم متاكده غادي يكون حتى انتما عجبكم. وما تديوش وراء الكواليس كاين وليداتي ما عندي فين نديرهم. ندوزو دابا للصناد يا لالا انتما خديت هاد الصنداله هادي هانتوما في البيض هادي يا لالا شحال غزاله. المهم انا كناخذ 8 انا عندي كنلبس سايز 5 ولكن من شي ان كناخذ 39 وكتجيني هي هذيك فن عجبتني صراحه في الابيض عرفوا دابا مع الصيف. المهم فيها هاد الذهبي من هنا راه ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا وديميتال من نهار جيت لهاد البلاد انا داك الفيديو الله يحمى حمالديك حمالديك عمران وان مومنت والله الا قررت نسالي. انتم الغزالات كما كتشوفوا فيها الديزاين هكا في الذهبي ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا ادمي طالو من نهار جيت لهاد البلاد سعيده كما قلت لكم ما بقاش كنلبس طالو نهائيا كي غندير لبس الطالو مع الوليدات ما يمكنش مع انني كنت من عشاق الطالو فانا البنات عجبتني. المهم جميع الروابط غادي تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف كيف ديما حيت بزاف منكم كيسولوني عطيني رابط الرابط فتحت في صندوق الوصف الغزالات. ثاني صنداله هي هادي في المارون قلبتها فوالا
هي في 39 لا طاي 39 جاتني هي هذيك. المهم راه غادي نلبسهم ليكم هانتوما. صراحه ما كيعجبونيش عاوتاني السناب اللي يكونوا هابطين بزاف حيت كيضروني رجليا، ولكن المهم الانسان يبدل وصافي. وعلى هذه مثلا كنتي لابسه شي صباط ولا كنتي خارجه مضطره تلبسي الطالون، تقدي هذه تلبسيها تحطيها في صاكك تهزيها معاك في حالات الطوارئ، حيت ضروري غادي يدبرك الطالون. فنه صراحه عجبتني الكواليتي ديالتها، فنه ما عندي ما نقول فيها. وخديت هاد السنيدات، السنيدين هادي حتى هي حتى هي فنيونه هكا. المهم خرجه خفيفه ظريفه البلاج واعره، الكواليتي ديالتها فنه البنات. عجبتني حيت طالعه شويه كما كتشوفوا هنايا، السمنه ديالتها زوينه والله الا ما عندي ما نقول لك شي ان تبارك الله عليك انتوما غزاله في هاد لي ديطاي من هنايا، وكتمشي لك مع كلشي. وخديت من عندهم النظاظر، كنت خديت عندهم النظاظر مره واحده وما كانوش عجبوني، من تما ما بقيتش جربت. قلت علاش لا ما نعاودش نجرب بمساعده صديقتي، فهي اللي اختارتهم ليا. صراحه لم اندم على اختيارها، حيت انا صعيب باش كنلقى النظاظر اللي كيجيوني من غير الرايبان. الرايبان وهذوك اللي كيكونوا ماغون لايت راه كنتو كتشوفوني لابساهم، هذاك هو الشكل اللي كيجي معايا الاغلبيه. ولكن انا ماشي ديال رايبان ما نكذبش عليكم، حيت كل مره كنشري رايبان كتاخذي ب 150 الباوند، تاخذي ب 150 باوند وكتقولي معليش هما اللي كيجيو معايا. كيجي عمران كيدير لهم هكا هكا كيرجعهم جوج، من تما وانا نحلف على نظاري قلت الله ما بقاش نشري نظاري غالي. فخديت نفس الشكل ولكن في الوان مختلفه، قولوا لي كي جاوني. المهم هانتوما واخا كيبان لكم وجهي غلط في الكاميرا، راه وجهي راه صغير البنات، خصكم تشوفوني يعني مباشره، راه ما عنديش شي وجه مطبز، راه اصغر حاجه في جسمي في جسدي كله هو وجهي. قولي لك جاوني بلاش نشوف راسي. المهم انا عجبوني حيتاش ما كبرش بزاف، انا ما تيجيوش معايا النظاظر الكبار كيغطيو لي حجباني، كيعجبوني النظاظر اللي كيبينوا الحجبان، هادو عجبوني. ولا غنعلى مسكين رخاص بزاف، شوفوا كيفاش كيجيو مع حتى الدبانه منين جات الدبانه. ما عرفتش جبات ديك ولا الله ما عرفتش منين جات. المهم الصهد اختي داكشي حال لي البالكون فكيدخلوا، كتجي مع البوشيطه ديالها كما كتشوفوا هنايا، وهذه باش كتمسح ثاني النظاظر كيشبهوا ليهم النيت. عرفت شحال ولا كنقول غادي نصور هاد الفيديو، والله الا راني فرحان انني كنصور في دابا، والله يا البنات لا كنعكز. ها نتوما نفسهم نيت، ماشي اكزاكتلي نفسهم ولكن مهم ما كبارش كما قلت لكم، كيجيوش معايا النظاظر اللي هما كبار. قولوا لي نتوما في التعليق كيفاش عجبني، كيعجبني هاد اللون اللي كيكون لايت براون حتى هو ماغون لايت فوالا. ومن صراحه عجبوني النظاراتهم، وغنبقى ان شاء الله ناخذ من عندهم حتى النظاظر. دوزو دابا للشعيبيه شنو خدات. المهم خديت هذه كما كتشوفوا، عجبني اللون ديالها كما كتعرفوا، هذا اللون تلقاوه في ما كان، تلقاوه عندي في التريكويات، تلقاوه عندي في لي شارب، تلقاوه عندي في الكساوي، تلقاوه عندي في لي تيشيرت، تلقاوه عندي في السبرديله، تلقاوه عندي في الصاك، في اي حاجه ضروري هذا اللون كيعجبني. ما عرفتش علاش كيطلع ليا هرمون السعاده حتى للسما ملي كنشوفو، انا كنضحك وقلبي كيرفرف. المهم عجبتني، غير هي بينتني شي شويه غليظه، قولي لي راه انتي غليظه. لا لا والله لا راني زعما راه عرفت انا مره كنغلط مره كنعرف مره كنغلط مره كنعرف، ولكن هاد المره يعني باغا نشد واحد الوزن ونبقى فيه واحد المده طويله، فملي كنشوف راسي قفرتها كنرجع تاني نزير واحد ربع ايام، واليومين كنخربق فيها ونرجع تاني نزير ربع ايام وهكذا. المهم غادي تشوفوني لابساها التوب ديال فنيون ديال الصيف بارد، ما كيبينش صراحه يعني تلبسي معاه، ما تلبسي ما محتاجاش تلبسي معاه تحتو بودي ولا شي حاجه هكا. والسروال ديالو حتى هو يا فنيون لارج طويل مريح. المهم البنت اللي كتبغي
شي حاجه ترتاح فيها وفي نفس الوقت يعني طويله ومحترمه، فكنصحها بهذه. وخير ماشي واحد ستيل اللي غادي يعجب كل شيء. ثاني كسوة خديتها ليا هاد البنات كما كتشوفوا حتى هي نفس تقريبا نفس التوب ديال هذه في هذا اللون، ولكن الديزاين ديالها في شكل واحد اخر زوينه حتى هي. الا بغيتي شي حاجه اللي تكون اليج وتكون مرتاحه فيها وما تلبسيش بودي تحت وداك الشيء كامل وتصهدي راسك، فكنصحكم البنات يعني هاد اللي كيكونوا دو بياس يعني كيكون الفوق والتحت ديالها، اولا شي حاجه اللي هي كلها طويله من الاحسن في هذا الصيف. انتم البنات وكيجي نيت معها السروال ديالها. المهم راكم غادي تشوفوني لابسها، انتم كما كتشوفوا عريضه من التحت من السروال ومريحه جدا. المهم البنات انا بينوني شويه بحال عامره، والمهم نتوما قولوا لي في التعليق كيفاش جاوكم. هذه ثاني كسوه كتجي مع الصايه ديالها، عجبتني صراحه هي فنه قوميجة، خصوصا القوميجة اللي خيرتوني ما بين هذه والاخرى غنقول لكم احسن وحده فيهم هي هذه. نتوما كتجي هاد الشوميز ديالها حتى هي ما محتاجاش تلبسي تحت شي حاجه، ما تحتاجيش لا بودي لا والو. وكتجي معايا الصايه ديالها، واخا انا الصايات واخا هكاك ما كنميلش ليهم بزاف كيبينوا لي عاوتاني عامره. الصايات كيمشيو مع شي وحده اللي هي ديجا رقيقه وكتبغي تعطي يعني تبين راسها عامره. فالمهم قلت ماشي مشكل الانسان يغير ويبدل، علاش لا كما كتشوفوا ها هي. صراحه عجبتني وعجبوني الالوان اللي فيها، وراكم كتشوفوني دابا لابساها. اوكي ضروري ملي كتكوموندي اونلاين كتزرفي فشي حاجه من الحاجات اللي تزرفت فيها هاد الكسوه. ما عرفتش واش انا اللي ما جاش معايا هاد ستيل وما كانش عليا اصلا ناخذ الصراحه، معليش ماشي مشكل الخطا كيوقع وما نادمش. باش المره الجايه ما نعاودش نكرر نفس الغلط، فما غاديش تشوفوا لي لابسها لان حاولت معها جميع الحلول باش تجي معايا وما بغاش تجي معايا. قالت لي صافي حطيني طويلي وحطيني راني ما شدتش معاك، فداك الشيء انا اللي درت. فما غاديش نلبسها لكم البنات، غنخلي لكم الماركه هنايا لابسها، هي جاتها واعره حتى هي رقيقه. المهم اللي عامره يعني عام هذيك مدوره ولا بين وبين كيقولها بين وبين، هذيك اللي كنتي بين وبين بحالي، فما كنصحكش حبيبه ديري بهذا الكسوه. لكن رقيقه ربما تجي معاك حيت كما كتشوفوا فيها الفوق وفيها التحت، ويعني داك الشيء مشارجي بزاف. حنا كيجي معانا شي حاجه سامبل وطنوضي. المهم البنات هي ما ماشي مشكل، انا كنت نبارطاجي معكم حاجه عجبتني ما كنقولها لكم، ما عجبتنيش راه كنقولها لكم. المهم هذا الشيء اللي وصلني من عند شي ان، كنتمنى نكون يعني هذا الشيء كامل الان هذا الشيء هو اللي وصلني من عند شي ان. كنتمنى تكونوا استفدتوا، الا بغيتوا تقداو شي حاجه المهم عطيتكم الراي ديالي. جميع الروابط غادي تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف، جوج واصا 015 كود البرومو باش تحصلوا على 15% تخفيض في حاله ما بدلوا ليا، غادي نثبت لكم في التعليق المثبت الاول. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الثيرموميكس، الا كنتو باغيين تاخذوها البنات بنات اسبانيا حتى نتوما ممكن تواصلوا معايا، بنات اسبانيا وسكوتلاند وبريطانيا وايرلند تواصلوا معايا، غادي نخليكم عاوتاني الرقم فاش تواصلوا معايا. وكنقول لكم غنتوحشكم من هنا الفيديو الجاي، موح عليكم.